إجابة له. إخوانا داح الميساج من واحد الأخ كيقولوا له الزفزافي، السي الزفزافي ناصر اللي بغى يجعلنا الفتنة وبغى يشعودنا المغرب وكيفرق بين ريافة وبين جبالة وبين الداخل. راه حنا كاملين مغاربة السي الزفزافي حذاري، وإلا ناوضتي هاد الفتنة هادي تفرق خوتك ريافة على خوتك في الداخل والخارج، راه حنا بزاف، راه بزاف الواحد تغرق الحسيمة. وعندك رد بالك السي الزفزافي، راه حنايا كنعطيوك انذار السي الزفزافي، راه إلا طلقونا عليكم والله يهديك. وبجود الله الذي لا رب سواه، الله ربقى فيك شي عظمة ودي السي الزفزافي، أودري منك تكفير. الله أكبر.